هذه سامية سامية عدت خمسة شهور في الحبس على خاطر سيجارو زطلة بون احنا رونتري د دان بار معناها في الليل 2 دو ماتان وقفت لنا اكس تي فيها زوج بوليسية معناها قالونا لنا بطاقه تعريف اش تعملوا هوني لقاو عنا لقاو عندي هنا ولقاو مع عند الشخص اللي معايا اللي توقفت مع ديجا نفس القضيه في تونس هناك قانون قمعي وشديد القسوة هو القانون 52 حول المخدرات القانون هذا يؤدي إلى عقوبة سجنية من عام إلى خمسة سنين حبس من أجل المسك أو استهلاك أي مادة مخدرة ومنها الحشيش اللي عبروا عليه في تونس باسم الزطلة قانون 52 يعطي الأعوان الأمن الحق في أنهم يوقفوا أي شخص يشتبه أنه تعاطى مخدرات ويعديه على التحليل يتثبتوا من الاستهلاك بعد التحليل كخرج تحليل مصر ف... وعرفوا لي انا يعني كيف وقتها يعني تبدلت وليت لغه واحده اخرى ولا وقتها فما ضرب وفما ما تكون خذيت ويزن تعطي اسامي وتسمي عباد وكل شيء يعني فما فما طرق زاد يتخوف تخوف يعني تعديت مع يعني حكم علي مع المغرب كان غادي كانت مشيت حبس مرنجا عديت ثمانية شهور تحدثنا مع شباب تونسي في كامل أنحاء الجمهورية اللي توقفوا سواء كان في الشارع وإلا في القهاوي ولا حتى في ديارهم أعوان الأمن في بعض الأحيان يقوموا بتفتيش الديار بدون حتى إذن قضائي تحت غطاء قانون 52 توقفت في 21 سبتمبر 2013 كانت في داري في اللفايات كنت انا مجموعة من اصحابي موسيقيين ومخرجين وداخلين بكذيب بالتحديد وهراوات وعصي وضرب ما تجرب تحكي معاه مش تكلم يضربك اغلب الاشخاص اللي تحدثنا معهم قالوا انهم تعرضوا للضرب ولسوء المعامله والاهانه اثناء الايقاف والا اثناء التحليل البول اللي يقوموا به اعوان الامن. حسيلوا شاربين على روحهم يحكي مع صعب يقول له هزت طالع ذي وترشين له راني ما نتكيف رزت ومستعد نمشي معاك تحليل هو يتلفت صاحبه اللي بجنبه ويعطيني بالبونيه وبالكفي ويجي فهمتني حاسيله كليزه تريحه يعني ما عرفش يمكن عند عبد اخر يعني ما نتصورش يعني ما نتصورش ناكلها تريحة ذيك ما خممتش فيها جمله فهمتني لي راسي من هنا بالجهاز طبعا مازلت عندي التراس وجهي كله أزرق يعني إيه احنا في الباركينج كما قلت لك ميم با في التواليت ميم با في ميم با الداخل معنا. البوليسي يجيبولك لك اليوتيوب يشدك من رقبتك وحلس الورق السلطات التونسيه يلزمها تنقح قانون 52 وتلغي العقوبات السجنيه من اجل المسك او الاستهلاك سواء كان لاول مره او حتى للعائدين من غير المعقول انه شباب تونسي يتشد ويتضرب ويتهان ويعدي عام حبس على خاطر فقط استهلك سيجار وزطلة فما طرق أخرى معناتها لمعالجة هذه القضية من غير ما نمشيو للحبس وللعقوبات السجنية اشتقاد لك في مخك فوبي من الحاكم بور ان جوان سي ما مش عام حبس ومش مليون ولا مليون و ومش حريه معناها باش لي حريتي ماني جوست خاطر كيفت سيجارو اي فوالا voilà.